السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير ما تعرفش إن برنامج السكتش أب فيه أنيميشن، يعني أقدر أعمل حركة أنيميشن في برنامج السكتش أب. برنامج السكتش أب رغم إن أدواته قليلة بس هو إمكانياته جبارة جدا، بتقدر تعمل بيه حاجات صعبة، حاجات فيها تفاصيل كتير، وكل الحاجات ده ما بياخدش وقت. فأنا هاجي من ويندوز أقول له سكيلز، وأقول له مثلا أنا عايز آخد اللقطة ديت، تمام، واغير شويه في الشكل بتاعي، اقول له مثلا خلاني حادي، واخد لقطه ثانيه، واخد لقطه كمان، تمام كده عندي 3 لقطات. دول 3 لقطات دول بمجرد ان اقف على واحده فيهم بيبدا يغير شكل الفيو بتاعي، بس فيها شويه انيميشن. تمام، طيب لو انا عايز اشوف الانيميشن ده مره واحده، اجي ادخل هنا في، لو انا عايز اشوف الانيميشن كل مره واحده بقول له انيميشن واقول له بلاي، هيبدا من غير ما انا ادوس على اي حاجه خالص يبدا يتحرك بينهم، وكل ما يقف على حته على فيو يقف كده ثواني. اقول له ستوب واجي هنا، ممكن اقول له ابديت سكنز، يعني انا ممكن اللقطه دي مثلا عايز اعدل فيها شويه، اجي هنا اقول له ابديت سكنز، ياخد الصوره ديت، تمام. وممكن اعدل بينهم ان انا احط اعمل رينيم او ازود واحده، او اقول له شو ديتيلز، فلما يوريني الديتيلز بلاقي من ضمن الديتيلز حاجه اسمها انكلود ان انيميشن، يعني ممكن في واحدة من السكنز اللي أنا عايزها مش عايز تظهر في الأنيميشن، فبشيل العلامة ديت بحيث لما أجي أعمل أنيميشن الباقي هو اللي اشتغل، تمام. وممكن نرجع تاني للفيو، أنيميشن سيتنج، أعدل الثواني، يعني دلوقتي هي بتاخد ثانيتين، ممكن أقول لأ خليها إيه 4 ثواني. فلما أجي أشغل أنيميشن بعد كده بلاقي بتاخد وقت أطول. في 4 ثواني بتنقل من مشهد لمشهد تاني. ممكن لما اخلص خالص اقول له اكسبورت انيميشن فيديو، وراح مصدره على اي انتاج من دول، اي في اي او دبليو اي بي ام او او جي بي او ام بي 4 زي ما احنا عايزين. اقول له اكسبورت، وبعد كده خلاص صدرت المظهر دوت على انه فيديو، واول ما افتح الفيديو هلاقي كأن انا عامل انيميشن حول المبنى. يعني ممكن اخلي مثلا في لقطه انا من ناحيه اليمين، وبعد كده اللقطه اللي بعدها من الشمال من فوق، فيبدا يعمل لي الفيديو بين السكنز ديت او بين المشاهد ديت.